عايز برضو اطمن سيادتكم واطمن الناس على قدره الصناعات الغذائيه على المنافسه في الاسواق العالميه. احنا السنه اللي فاتت الحمد لله قدرنا ان احنا نصدر بما يقرب من 2.4 مليار دولار، وبدانا مع معالي وزير الصناعه المهندس طارق نبيل في وضع استراتيجيه ان شاء الله لمضاعفه هذا الرقم خلال السنوات الخمسه القادمه. وضعنا ايضا استراتيجيه للصادرات لافريقيا، لانه زي ما حضراتكم عارفين التوجه العام الان هو التوجه الى افريقيا، وفي اهتمام خاص من معالي رئيس الجمهوريه بالتوجه الى اسواق افريقيا، وبالتالي وضعنا استراتيجيه ايضا لغزو هذه الاسواق، وان شاء الله هتاتي بثمارها خلال السنوات القادمه.